وقفة أخيرة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية مع رجاء رمزي. رجاء، شكرا محمد، شكرا دينا. مشاهدينا، توقعات خبراء الطقس نتابعها وإياكم في هذه الوقفة الجوية. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شمال الصعيد، معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار جدا على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، نبدأها بمحافظة القاهرة العظمى، فيها 21، الصغرى فيها 11، جو معتدل، الإسكندرية 21-12، مطروح 19-11، بورسعيد 21-13، الإسماعيلية العظمى فيها 22، أما الصغرى فيها 11. محافظة السويس العظمى فيها 22، الصغرى فيها 12، العريش 20-11، طابة 22-12، شرم الشيخ 27-16، أما الغردقة فالعظمى فيها 26، الصغرى فيها 15. محافظة الأقصر العظمى فيها 31، الصغرى 14، أسوان 32-15، الوادي الجديد 28-12، شلاتين 29-16، أما حلايب فالعظمى فيها 26 والصغرى 17. والآن مشاهدينا نستعرض وإياكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية، نتابع.